حولها ومساكة. هلا هون هلا بدنا نبلش نشتغل على الكتابة. بدي نعرف أول شي معاني هدول الجمل، بعدين أشرح لكم شو بدكم تعملوا. arrive late معناها تصل متأخر. arrive late تصل متأخر. don't eat lunch يعني لما ما بتاكل غذائك أو وجبة الغذاء. go shopping اللي هي تذهب للتسوق. pass a test يعني تنجح بالامتحان. wake up early يعني تستيقظ متأخرا. win a game يعني تفوز باللعبة. هلا بحكي لكم ايش حفظتكم هدول الكلمات. اول شيء عندنا activity 16 اللي هو write 6 questions for an interview. بدك تكتب لي 6 اسئلة عبارة عن interview. لما احكي interview يعني سؤال وجواب سؤال وجواب. use the question machine and your own ideas. عندكم هاي الصورة زي بوكس، هو عبارة عن questions machine يعني آلة الأسئلة بما معناه بالعربي. في عندي 3 أنماط من الأسئلة، هم نمطين فقط بس هم كررينه. يا أما لما بدي أسأل عن المشاعر شو حكيت بحكي what makes you feel، بتكمل what makes you feel excited، what makes you feel happy، what makes you feel proud، اللي بدك إياه بتحط من المشاعر. شو بيكون الجواب؟ مثلا horror movies make me feel sad او بدي ابكي cry. اوكي، فبتحط حسب المشاعر اللي بتشعر فيها على اشياء معينه. هلا رح نحل امثله وتشوفوا. ثاني نمط من الاسئله اللي هو how do you feel when you، بتكمل how do you feel when you arrive late، كيف تشعر عندما تصل متاخر مثلا على كلاس معين على صف معين. شو رح تشعر؟ I feel مثلا embarrassed يعني بشعر بالإحراج. ممكن حدا تاني يقول لي I feel nervous بشعر بالتوتر. كله حسب اللي بتشعر فيه. المهم النمطين اللي رح نكتب عليهم what makes you feel وبتكملوا اللي بدكوا اياه. تاني نمط how do you feel when you، بتكملوا من هدول الخيارات. مثلا how do you feel when you wake up early، كيف بتشعر لما تستيقظ متأخر. ممكن تحكي لي I feel nervous، I feel sad، I feel embarrassed، اللي بدك اياه. ناخذ مثال ثاني how do you feel when you pass a test، كيف تشعر عندما تنجح بالامتحان. ممكن تقول لي I feel proud او ممكن تقول لي I feel happy، نفس المشاعر اللي بتشعر فيها. زي ما بتحكي بالعربي بنحاول نحكي بالانجليش. بدي تعرفوا معنى your own ideas، أفكارك، بدي تكتبوا من أفكارك، لأن الكتاب أصلاً طالب إنه تكتب your own ideas، تكتب من أفكارك الخاصة. بعلمكم نمط وأنتوا بتكملوا. how do you feel when you arrive late، بتحطوا الجواب اللي بدكوا إياه. what makes you feel مثلاً happy، إيش اللي بخليك تشعر بالسعادة. تحكي مثلاً go shopping makes me feel happy. فسهل القصة. تعال نحل مثال مع بعض. What makes you feel happy؟ نحط علامة سؤال. الجواب شو رح يكون؟ افرض بتحب التسوق، شو بتكتب؟ go shopping makes me feel، نفس السؤال happy. حللكم مش رح احلم كلام لانه مكتوب، انتو مطلوب انتو تكتبوا رايتنج الدرس. اذا بدي احكي كيف تشعر عندما اشي معين how do you feel when you، نختار اشي when again، كيف تشعر عندما تفوز باللعبة. شو الجواب بيكون؟ I feel غير happy. احكي proud مثلا انك فخور بنفسك انك فزت باللعبة. احفظوا النمط اكتبوا وحطوا على امثلة بصير كل شيء سهل. المطلوب من كل homework بدي الاقي كل واحد فيكم كاتب 6 questions، 6 اسئلة نفس النمط. يا اما what makes you feel كذا او how do you feel when you، بتكملوا اللي بدكم اياه. نفس النمط بدي 6 اسئلة مع 6 اجوبة. سهلين اظن. و that's it for today.
إذا في أي إشي صعوبة بتواجهوها بشرح لكم. Thank you.